ميرا انتبهي. مو متعودة على لبس الساري لهيك تفركشت وأنا نازلة. هذا الساري الأزرق من وين؟ مو اشتريتي أحمر؟ أي واشتريت هذا كمان. شو حلو ميرا، تعرفي إنه الأزرق هو اللون المفضل عند بابا؟ يلا ميرا امشي. يلا. امشي. كويال عادي هون، تفضل هدول حطيهم هون. شكرا. يلا يا قلبي قعدي. اهلين، يلا تفضلوا اقعدوا. انتو يلي بدكم تتزوجوا؟ يا ريت. لا لا حضرة الكاهن، العريس لسه ما، الحقيقة اليوم هو ما رح يحضر الاحتفال. أبونا يلا خلينا نبدأ هلا. ميرا تعي عدي هون. يا قدير تحميون، يا قدير تحميون، يا قدير يا قدير تحميون. خدي هالوردة يا بنتي. ميرا بإيدك اليمين. بإذن القدير يكون زواجكم هذا مبارك، بإذن القدير يحميكم ويسعدكم. يلا حطيها هون بنتي. بإذن القدير يكون زواجكم هذا مبارك ويبارك هالجمعة الحلوة ويحميكم جميعا. وبإذن القدير، بإذن القدير يكون زواجكم هذا أبدي وسعيد. بإذن القدير، بإذن القدير يرزقكم الذرية الصالحة الطيبة. بنتي يلا مسكي هالشموع. ليش هدول عم يتطلعوا ببعض هيك؟ في شي يعني، أنا لازم أعرفه. يلا تعي تباركي. بنتي خدي هاي جوزة الهند لتقدميها بنفسك، وممكن انت وعريسك تقدموها مشان يتبارك زواجكم. ماشي؟ اوكي. ألو؟ بس انتي
انت هلا ما عدتي بين ايدي بنوب ومو طالع شي بايدي. لو كنت محل رهيت كنت راح اتمنى يا ميرا. ليكي رودرا خليني روح. أول شي أنت سأليني ليش أنا شربت هيك؟ ها؟ أنت لحالك من شوي قلت بس أنا كنت عم كذب عليكي. ليكي بصراحة ميرا ما عاد فيني أتحمل أكتر. أنا كل ما عم أقرب منك أو حتى إذا بلمسك عم أحس نار وعم تشعل بكل جسمي، كأني قاعد بنار وما بعرف شو بدي أقولك. عن جد أنا ماني عارفان شو هو الصح، بس هذا الشعور كتير بشع بشع وبيوجع. رودرا بترجاك وقف. أما السؤال التاني هو يعني اللي أنا عم خبيه. أنا عم حاول كذب وعم حاول خبي مشاعري وخليها بقلبي. ليش ما عم طلعون يا ميرا؟ ليش ما عم قولي اللي بدي اياه؟ وقت اللي انتي اجيتي وقلتيلي انك انتي بتحبيني؟ اما السؤال الثالث رودرا وقف هالقصة. اسمعي شوي وهدي. السؤال الثالث مين هي حبيبتي؟ رودرا لو سمحت بكفي. حبيبتي انت يا ميرا. ميرا انا بحبك. عن جد بكفي رودرا. ميرا شو صار رودرا؟ انت شو قلت لها؟ شبك ليش عم تبكي؟ في شي صاير معك؟ ما في شي. لا مبلا، وشفتك عم تبكي وكمان بعرف ليش انتي هلأ عم تبكي. لأنه ما بدك تتزوجي روهيت وما بدك تتركي بيتنا لأنه رح تشتاقيلي، وأنا كمان رح اشتاقلك بس تروحي ميرا. وانتي خايفة اني انساكي، بس أنا بوعدك اني ما انساكي أبدا ميرا، وأنا رح ضل أتذكرك على طول. بعدين مو أنتي علمتيني كيف أقدر أحكي معك على الإنترنت؟ وكل يوم بس أرجع من المدرسة بفتح الإنترنت وحاكيكي، ورح أحكي لك كل شي صار معي، ورح خلي كويال تحكي معك كمان بوعدك. طيب حبيبي نام هلا.
أنا آسف ميرا، بس كتير صعب علي شوفك متزوجة غيري، منشان هيك أنا رح روح. يا ريت تسامحيني. سامحيني على كل شي عملته، لأنه أنا ما كان قصدي إنه زعلك. أنا آسف كتير بارو، أنا خسرت مع أني عملت كل يلي قلتي لي عليه وعبرت لها عن مشاعري اتجاهها وخليتها تحس فيني وتعرف أني بحبها، بس ما نجحت. هي اختارته لروهيت. أنا خسرت يا بارو، مو بإيدي. أنا آسف كتير. ليك أنا اليوم عرسي، وأنا شو عم ساوي؟ عم شوف إيميلاتي. هذا الشيء كتير ظريف على فكرة. إيه عم بفتحه. ليك بس عندي إيميلات كتير ما قريتهم وبدهم شوية وقت ليفتحوا. رح أرجع أتصل بعد ما أقراهم. ماشي؟ خلص أكيد هلأ رح أقراهم، وبس خلص برجع بحاكيك. ماشي. شو بو هالجو كمان؟ شو صار له؟ شو اللي حركه فجأة للهواء؟ بدي اعترف لك بشي ميرا، انا بحبك. ما تتركيني، خليكي معي، انا بحاجتك. انا حاولت كتير اني اخبي وما اقول لك هالشي، بس ما عاد قدرت. ما فيني اتحمل شوفك عم تتزوجي واحد تاني. شو هالصور اللي عم شوفها؟ شوفوا هيك، أنا بعرف إنه ما بيصير أعمل الشيء رح أعمله وما في تبرير لإله، أو حتى على القليلة مو بهي الطريقة. بعرف إنه لازم أقول لك هالشيء بشكل شخصي وإنه ما بينقال مسج على النت مثل ما عم بعمل هلا. شوف روحي، أنا ما بعرف شو الطريقة الصح لأحكي هالحكي، بس أنا قررت أعمل اللي بقلبي وبظن إنه هيك هو الصح وبكل صدق. روحيت أنا حابة
وبصراحة كمان الشخص اللي أنا بحبه مو أنت بنوب. هو فاتح حياتي بطريقة غريبة وما كنت حاسبت له أي حساب وبظروف ما كنت مفكرة فيها. أنا بصراحة رهيت، أنا عن جد جاي عبالي أقضي كل عمري معه وضل جنبه عطول، ومنشان هيك أنا كتير آسفة رهيت. أنا بكل صراحة ما فيني أتزوجك. أنت لازم تطلعني من حياتك لأنك لقيت حبك مرة تانية مع ميرا، ومتأكدة أنك رح تقدر تحبها من قلبك. لا تحرم ابنك من محبتك لأنه بحاجة إلها. ميرا، شو ما كنتي شايفة قدامك حتى وقعتي؟ إذا سألت ميرا بيوم من الأيام شو اللي خلاكي تجي لهون؟ فأنا هو السبب. وكيف تقربت منك ومن الظروف وصار الحب بينكم مشان تكونوا سعيدين؟ حاجة دافن حالك بالحياة، افتح قلبك وروح لعندها وتقبلها مثل ما هي وخلص عيش حياتك بقى. إذا بتحبني لازم أطلع من حياتك، خليني ارتاح. أنا لازم ساوي هالشي من شان بارون. من شان بارون أنا لازم أعمله. ميرا؟ ميرا؟ انتي جنيتي؟ بلكي انا دعستك؟ لا ما رح تعملها. بعدين فوق كل غلطك قاعد عم تعيط علي؟ لك انت تركت البيت ورحت من غير ما تودعني. بس طبعا اكيد ما رح تعترف بغلطك. شو مفكر حالك رودرا؟ انه بتترك لي رسالة وبينتهي كل شيء؟ ايه لا بقى، يكون بعلمك هاي الرسالة كركبتني كتير اكتر من كلمة اسف. شو كان بدك اعمل؟ كان كتير صعب علي اني شوفك عم تتزوجي حدا تاني. لا عن جد؟ يعني انت كانت صعبة عليك بس انا كانت سهلة علي؟ ما كانت صعبة مشان هيك هربت. ايه بس هلأ انا رجعت. ممتاز. ايه شو لازم اقول؟ شكرا شكرا لانك رجعت. وانتي شو عم تعملي برات البيت؟ شو برأيك يعني ليش واقفة انا هون؟ انا ركضت ولحقتك بجنون ورميت حالي تحت سيارتك. اسمعي، اوعك تحكي هيك مرة تانية. ليش؟ بدي احكي. طول ما لك عم تسأل اسئلة بايخة بدي ضل جاوبك هيك، وهلأ انا رح اسألك وانت رح تجاوب. شو اللي رجعك؟ رجعت لتشوفني اذا تزوجت ولا لا؟ انا اسفة رودرا لاني خيبت لك املك هيك، بس لا للأسف ما تزوجت وما رح اتزوج اليوم كمان. وإذا بدك تعرف ليش ما تزوجت روهيت فأنا رح أرجع إلك. بس خلص خلص. لا ما رح أسكت، بدي أقول، بدي أقول شي. عن جد بدي أقول لك شغلة. أنا بعرف، أنا بعرف ميرا، ورح أرجع أقولها. أنا بحبك رودرا، أنا بحبك.
شو وين كنت؟ ميرا هي اللي رجعتك مزبوط؟ ناديلا؟ ماما موافق؟ بابا امي. طيب يا جماعه تعالوا نتصور سيلفي مع بعضنا. الكل يبتسم. لمشاهده المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.